بدأت الاحتفالات بعيد ميلاد الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم باكراً هذا العام، رغم أنها تحتفل عادة بهذه المناسبة في السابع من شهر شباط. وفي التفاصيل، أعدت ناتالي نصر الله مفاجأة لصديقتها نادين نسيب نجيم، واحتفلت بعيد ميلادها بقالب حلوى زين بالورود الزهرية وبالبالونات الذهبية، وذلك في منزل نجيم التي شددت في تعليقها على الصور عبر إنستغرام أنها ستحتفل بعيد ميلادها مع أطفالها في الحجر. ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها على موقع إنستغرام، وكتبت في تعليقها عليها: إنه عيد ميلادي، أقضي الحجر الصحي مع أطفالي، شكراً لك ناتو على مفاجأتي قبل عيد ميلادي. يذكر أن نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها 37، فهي من مواليد 7 فبراير عام 1984. كما نشرت الممثلة اللبنانية صوراً وفيديو خلال قيامها بطبخ أكلة كاربونارا لأصدقائها، وهي أكلة إيطالية نوع من أنواع معكرونة سباغيتي ولها صلصة بيضاء خاصة، ووضعت صورة الطبق النهائي ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها. وكانت نادين نجيم قد كشفت قبل أسابيع عن غضبها من تعرضها لهجوم مستمر من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددي نغمة معتادة، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة: لولا هؤلاء ما كانت نجحت، ولولا السوريين، في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركونها أعمالها الأخيرة، لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض. وردت نادين على ذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام وكتبت: صباح الخير، مثل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة، لو ما جماعتنا، لو ما فلان، لو ما السوريين، على أساس أنا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم. كتار اشتغلوا، بس الفرق إنه مش الكل حصد نفس النجاح. ثم تابعت: لأنه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال السنين الماضية وموهبتي من صنع ربي ونعمة من ربي، وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي، وهيدي المهنة بتساع الكل وما بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر. وشكراً على كل حال لكل حدا مرق بحياتي، لأنه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح. وتشارك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل النقيب سما، والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني الفائت، ولكن تم تأجيله للعام الحالي.